اولا في البدايه لابد اننا نهنئوا انفسنا ونهنئوا حزبنا وقياده حزبنا وخصوصا رئيس الحكومه السي عزيز خنوش على الثقه المولويه الساميه اللي حظيت بها الحكومه في نسختها الثانيه، وبالاخص نهنئ حزبنا على وزراء الاحرار اللي اليوم كيبان باللي التجمع يثق في الكفاءه ويثق في الشباب ويثق في مغاربه العالم. اليوم التجمع الوطني الاحرار يعطي درسا مره اخرى للاحزاب اللي كتكلم بشعارات فقط على الكفاءه. اليوم الحمد لله كنفتخروا وكنعتزوا بالوزراء الجدد وكذلك بالاخ رئيس الفدرالية الوطنيه الشبيبه التجمعيه لحسن السعدي على هذه الثقه الكبيره في الشباب، وكنشكروا سيدنا وكنشكروا كذلك هذا الروح ديال تشجيع الشباب وتمكينهم واعطائهم المسؤوليه، لان هذه وقت الشباب وما خاصش يبقى دعم الشباب فقط في الشعارات. واليوم حنا فخورين جدا بهذه الحكومه وان شاء الله نتمنى لها كل التوفيق والنجاح، وما عندنا شك بانه غادي تكون عند حسن ظن جلاله الملك وعند حسن ظن كذلك المواطنين والمواطنات والناخبين والناخبات.